أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. بالفعل وزارة الصحة أوقفت نشر تقريرها اليومي عن كورونا، إلا أننا لازلنا نتحدث عن جائحة أنهكت العالم لمدة سنتين، نتابع أخبارها ونرصد ما تبقى منها حول العالم. فأهلا ومرحبا بكم في متابعتنا الإخبارية. أوميكرون قد لا يكون آخر متحورات كورونا، لذلك الحذر قد لا يكون واجبا فقط بل ضرورة حياة. الالتزام بالاشتراطات الصحية مسؤولية مجتمعية بالتزامات فردية وجماعية. أهلا بكم مجددا مشاهدينا. وبالنسبة لآخر إحصائية لإصابات كوفيد 19 حول العالم، فقد بلغ إجمالي مصابي كورونا حول العالم أكثر من 458 مليون مصاب حول العالم. أما بالنسبة لحالات التشافي والتعافي فقد بلغوا أكثر من 392 مليون حالة تشافي ولله الحمد. أما بالنسبة لحالات الوفاة حول العالم فقد تجاوزوا حاجز 6 ملايين حالة وفاة. ارتفعت إصابات كورونا حول العالم هذا الأسبوع بواقع 11.5 مليون حالة، بزيادة قدرها مليون إصابة عن الأسبوع الفائت. ولأول مرة منذ شهر يناير يرتفع معدل انتشار الفيروس، حيث شهد تراجعا كبيرا في الأسابيع السابقة عالميا، وارتفع عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 383 ألفا في اليوم. وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية، حيث وصل عدد حالات الإصابة أيضا في الحد الأقصى منذ بداية الوباء، وتم تسجيل أكثر من 300 ألف مصاب. أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار أن أعداد مصابي فيروس كورونا الذين يحتاجون الدخول للمستشفى في تناقص مستمر منذ أسبوعين. وقال عبد الغفار أن ما حدث مؤشر لنجاح الدولة في مواجهة الموجة الخامسة لكورونا وأيضا متحور أوميكرون، لافتا إلى انتهاء ذروة الموجة الخامسة. وعن عدد الذين تلقوا اللقاح صرح بأن 51% من المواطنين تلقوا اللقاح بشكل كامل، وأوضح أن المستهدف تطعيمهم 70% من الشعب المصري مع بداية يونيو 2022. دعونا نذهب معكم مشاهدينا إلى الحرب التي تدور رحاها بين روسيا وجارتها أوكرانيا، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من موجة تفشي جديدة لفيروس كورونا بين اللاجئين من أوكرانيا إلى دول الجوار. يأتي ذلك عقب رصد حالات بالفيروس أثناء مساعدة اللاجئين على الحدود أو في مراكز اللاجئين. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس فتح باب تلقي جرعة لقاح رابعة لمن تجاوزوا 80 من العمر وتلقوا جرعتهم المنشطة قبل أكثر من 3 أشهر. وقال كاستيكس إنه يوصي بشدة الضعفاء بسبب تقدمهم في السن أو إصابتهم بأمراض بالاستمرار في وضع الكمامة في الأماكن المغلقة وفي التجمعات الكبيرة. خفضت جرعتا لقاح فايزر وبايونتيك المضاد لكوفيد 19 بشكل كبير من خطر الإصابة بمتغير أوميكرون بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاما، وفقا لدراسة نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وذكرت المراكز أنه تم اختبار الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاما للكشف عن كوفيد 19 أسبوعيا بصرف النظر عن الأعراض خلال الفترة من يوليو 2021 إلى فبراير 2022. وأفادت بأن نحو نصف الإصابات بمتغير أوميكرون لدى الأطفال والمراهقين غير المطعمين كانت بدون أعراض.
فرض الحجر المنزلي على ملايين الأشخاص في أنحاء مختلفة من الصين بعد تسجيل 3393 إصابة جديدة بكوفيد 19 في حصيلة يومية قياسية منذ بدء تفشي الجائحة في فبراير 2020 بحسب لجنة الصحة الوطنية، فيما تسارع السلطات إلى تطويق بؤر التفشي من خلال فرض إغلاق في المناطق المعنية. وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات في كل أنحاء الصين، أغلقت السلطات المدارس في شنغهاي وفرضت أيضا حجرا في كثير من المدن الشمالية الشرقية، في وقت تعمل نحو 19 مقاطعة على احتواء بؤر تفشي محلية للمتحورتين أوميكرون ودلتا. قال رئيس الاتحاد الألماني لطب العناية المركزة جيرنوت ماركس إنه يجب الاستمرار في ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة حتى بعد 20 مارس، عندما يتم إلغاء معظم قيود مكافحة كورونا المفروضة في ألمانيا. يذكر أن الحكومة الاتحادية اقترحت تشريعاً يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 20 مارس، وهو يمنح الولايات سلطات محدودة لفرض قيود مكافحة كورونا مثل فرض ارتداء الكمامات في دور رعاية المسنين والمستشفيات ووسائل النقل العام، بالإضافة إلى إجراء اختبارات الكشف عن كورونا في دور رعاية المسنين والمدارس، لكن هذا لن يغطي جميع الأماكن العامة الداخلية. وفي الأماكن التي يكون فيها وضع الجائحة خطيراً يمكن فرض قواعد أكثر صرامة إذا وافق عليها البرلمان الإقليمي للولاية. العبرة بالنهاية وليست في البداية أبدا، فالبدايات كاذبة مهما كانت مقنعة، والنهايات صادقة مهما كانت قاسية. هكذا هو حال البشرية مع فيروس كورونا، ظهرت وانتشرت وباغتت ثم اختفت، عاد الناس إلى طبيعتهم فأطلت برأسها لتزعزع البشرية من جديد. فدعونا نحافظ على انتصارنا حتى ندحر جائحة الموت في حجرها. دمتم بحفظ الله ورعايته.